بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه قصة عن معلومات مهمة جدا. كنت مقرر أني ما أقولها إلا إذا صارت الأحداث، وإذا ما صارت الأحداث أخليها وأخفيها، وإن شاء الله إذا الله يبي يظهرها يظهرها. لكن العمر تغير والسن كبر والأحداث الظاهر إلى الآن ما تكاملت، فحبيت أقول هالقصة هذه وإن شاء الله تقع في أيدي ناس يستفيدون منها ويكملونها وينمون العلم اللي فيها، لأن فيها علم عجيب، فيها معلومات صج عجيبة جدا. وما أدري هل هالمعلومات هذه صح ولا غلط، ما عندي فكرة. لكن جميع الأحداث والمعلومات اللي حصلت عليها تدل على أن احتمال صحة المعلومات اللي فيها وصحة النظرية اللي هي نظرية عجيبة جدا، نظرية متعلقة بالأديان وبالخلق، ومتعلقة في الكتب السماوية المقدسة، وأهمها القرآن الكريم، وما الذي حصل، ما الذي حدث لهذا الكتاب وللإسلام. هذه معلومات مو جاية مني أنا شهدتها. أنا كنت موجود مع الشخص اللي انفتحت له الأبواب وطلع بالنظريات هذه، فأنا ما لي يعني بدل ما تقول، بس أوصل الرسالة، أقول القصة، وإن شاء الله بعض الناس يلقون فيها فاتحة كبيرة لعلم الظاهر أنه كان موجود واختفى أو أخفي عن البشرية الآن. وإن شاء الله إذا الأحداث صحيحة راح يظهر لنا هذا العلم اللي هو الكثير يتكلمون عنه، اللي هو عن عودة المهدي والمسيح وأحداث آخر الزمان. راح أقول شوية قصص بعدين أربطها كلها علشان أعطيكم الخلفية كيف هالقصة اتطورت. أنا تخصصي في علم النفس وعلم الروح والجسد والعقل، العلم الحديث اللي الآن منتشر في أمريكا وأوروبا، والآن ابتدى ينتشر في آسيا ودول كثيرة. علم جدا بديع، علم يربط عناصر الإنسان الأربعة اللي هي الروح والعقل والجسد والنفس، ويشوف العلاقة اللي بينهم وكيف الإنسان يقدر يستفيد من العلاجات الطبيعية ويتجنب العلاجات الكيماوية والأدوية وما إلى ذلك من المستشفيات العلاجات النفسية، ويلقى طريقة إلى الوصول إلى راحة النفس العميقة، والعلم الروحاني البديع جدا اللي هو إرث البشرية. احنا عندنا إرث كبير جدا اللي هو مقام الروح والعالم الروح، ولا أقصد فيه عالم التحضير الأرواح وما إلى ذلك، وإنما الروح هي مصدر طاقات جميلة بديعة عجيبة جدا. تلقاها يعني في ناس يعرفونها وايد، في بس مخفية، تلقى في الصوفية، في البوذية، في الزن، في الشرق، في يعني التعاليم الروحانية قليلة جدا ظاهرة للعيان، وموجودة هي في باطن الأديان، لكن الأديان ركزت على تصرف البشرية وعلى الشريعة وما إلى ذلك، ونسوا الطريقة ونسوا الحقيقة، الوصول إلى الحق والوصول إلى الاستنارة وإلى معرفة الله والكون
والخلق البديع هذا جدا جدا. هذا تخصصي وهذا اللي أنا أشتغل فيه مع تلاميذي ومع مدرستي، وابتدت رحلتي في هذا المجال سنة 68 وسنة في أمريكا، وسنة 73 رجعت الكويت، وكان هذا اللي حبيت أن يعني أعرف الناس عليه في الكويت. بس لاحظت أن الناس في الكويت كانوا مشغولين، انجرفوا كثير عن أصولهم، عن عروقهم اللي كانت، جذورهم اللي كانت غايصة في الروحانيات الحلوة، الكرم، المحبة، الرحمة، التعاطف، هالأشياء اللي تؤدي إلى نمو الإنسان وتكامله. ولقيت أن معظم الناس في دوامات من الطمع والماديات والتكالب على هالدنيا هذه، وصلت العداوات والمنافسات حتى بين الأخوان في البيت الواحد، على المراكز، على المناصب، على مظاهر الدنيا المزيفة. وهذا مو جرف بس الرجال، جرف الرجال والنساء والمجتمع والحكومة والشرق كله، زين، والآن العالم كله ضاح في عالم المادة. ونتيجة لهذا أمراض ما لها أول ما لها آخر، أمراض نفسية، أمراض جسدية، أمراض روحانية. ف يعني كان وضعي في الكويت أشعرني بالألم جدا جدا، بالحزن على ربعي، أهلي، على الكويت القديمة اللي كانت شوارعها من طين وبيوتها من طين، لكن من ذهب، قلوب الناس ذهب، أرواحهم ذهب. فكنت أتألم كثير في الكويت في ظرف السنتين الأوليتين في الكويت. ومع أني يعني في كان عندي تلاميذ حبوا يتعرفون على العلم الجديد هذا، علم النفس الجديد وعلم الروحانيات الجديدة، فكونت مجموعتين، مجموعة للنساء، مجموعة للرجال. و طبعا هذا كان شيء بديع ان اشوفهم ينمون، وفي نفس الوقت مؤلم لان البيئه كانت تتمسخر منهم لما يسوون مديتيشن، يعني تاملات او يوغا او اشياء حلوه يعني تفيد الجسم والعقل، بينما الناس يعني يتمسخرون، ليش ما تروحون تدورون على الاسهم وعلى الفلوس وعلى المراكز وعلى الاسم. فعقب سنتين يعني كنت اشعر بالام كثيره نفسانيا، يعني من الحزن عليهم. أنا سعيد في نفسي، كنت سعيد جدا، وجميع يعني الأمور الدنيوية هذه طاحت من عيني، مو لأن هي مو مهمة، هي مهمة بس مو أهميتها يعني المقدار اللي الناس كانوا يعطون هي. فكنت أدور على يعني مثل ما تقول راحة لي أنا. فكان عندي صديق هو عنده جزء من عائلته في إيران، هو كويتي وجزء من عائلته في الكويت، فقال لي ليش ما نروح إيران ونقابل شوية صوفيين اللي هناك، لأن الصوفيين عندهم علم الروح والهدى والرحمة والتعاطف والقوة الروحانية وما إلى ذلك. فقلت ليش لا، خلنا نروح هناك نستلم شوية بركة، نستلم شوية هدى. هذا كان سنة 75، 75 ونص، بما يعني حول ذاك الوقت. رحنا لإيران وقابلنا بعض الصوفيين اللي هناك. كان عندنا صديق، صديق صديقي، هو كان مثل دليلنا، ياخذنا لهالصوفي ولهالصوفي ولهالصوفي. وكانوا كانوا هذول الرجال اللي قابلتهم يعني في منتهى الروعة الإنسانية، يعني روح كبيرة، قلب حبيب رحيم، عقل متفتح، عالم اللي احنا نسميه عالم الغيب منفتح لهم على أوجه كثيرة، كأنما يعني الله يعطيهم بكرامات مثل ما يقولون، ويشوفون عالم الغيب، عالم النور، عالم الهدى، عالم يعني وايد أشياء حلوة. كنت أنا في ذاك الوقت أعرف أنه
الصوفية لهم مثل ما تقول قائد كبير جدا اللي هو يسمونه القطب. فظليت أدعي الله وأسأل الدليل مالنا، هل في قطب؟ كنا في مدينة اسمها بإيران مدينة شيراز سنة 75 76، قال لي والله ما أدري، بس في شخص هني يعني مثل ما تقول مقامه عالي جدا، زين، هو مدرس الدليل مالنا. قال قلت له ليش ما تطلب منه إذا يسمح لنا نشوفه؟ قال ما يخالف. راح طلب منه وصارت أمور بحيث يسرت لنا أنه هو يقبل يشوفنا، لأنه من مقامه ومن مركزه ما يحب يقابل تلاميذ يدد أو صغار، احنا كنا صغار يعني بالعشرينات من سنة. فقال أدز لهم بركة بس مو زين أن يكونون في حضرتي. فإحنا زودنا الدعاء وزودنا يعني الصلاة والبركة. فثاني يوم يان الدليل كان يقول قيل راية، القطب قال يبي يشوفكم، لأنه سمع في الصوت 3 مرات صوت قبل النوم يقول له قابلهم قابلهم قابلهم. فقال مدام هي الصوت هذا 3 مرات لازم هذا في شيء خلا قابلهم. فأعطانا فرصة أن نروح نقابله، ولما قابلناه أنا شفت طبعا في حياتي رجال كثير نامين راقين روحانيا وعقليا نفسيا في قمة الروعة وقمة الإبداع، ولما تكون في حضرتهم تشعر بالاستنارة، تشعر بالهدى، تشعر بالطمأنينة، تشعر بالذكاء، تشعر بالوعي، يعني في قوة روحانية بديعة جدا. لما كنت في حضرة القطب ما شفت واحد مثل حضرته، كأنه جبل من لآل وألماس يشع وينير ويتكلم يعني كلام، مع أني ما كنت أعرف اللغة الإيرانية، لكن كل اللي يقوله كأني كنت أفهمه. حتى لما رحت البيت أسأل رفيجي أقول له القطب قال كذي، يقول إيه قال كذي وقال كذي قال كذي، شلون عرفت؟ قلت له والله ما أدري، كأنما اللي يسمونها ترانسبيرنسي، ما أدري يسمونها، نسيت بالعربي، اللي هي الانفتاح، كأن الشفافية تزيد لدرجة حتى اللغة تفهمها بدون ما تعرفها، يعني ينقل الكلام. فقال لنا كلام وايد بديع جميل. من الأشياء اللي قال لنا كان شيء عجيب جدا، قال إنه هو إن في عالم الغيب موجود بعد مقامات بما فيها القطب، قطب الكون الكلي. قطب الكون هو اللي احنا نسميه المهدي، والمهدي كما نعرف عندنا في الإسلام معترف في وجوده، وإن اختلفوا في ظهوره ومن هو وكيف هو، والشيعة عندهم قصة والسنة عندهم قصة، لكن somehow يعني مش سمعين على أنه راح يجي واحد يحيي الإسلام وينقذ البشرية قبل لا تقوم القيامة، ويقول لنا إيش اللي صاير، إيش القصة هذه. فالمهدي موجود، وطبعا الشيعة يقولون انه هو الامام الاثنى عشر، والسنة ما ادري والله ما اعرف، انا ماني متبحر في الدين، لكن كنت اسمع هالقصص اسمع الاشياء هذه. فاحنا قاعدين وياه كان يقول لنا كأنه يعني شيء عجيب، قال بقول لكم شيء بس لا تتكلمون فيه الا اذا صار الحدث، اذا صارت الاحداث. و قلنا شنو؟ قال القرآن اللي موجود عندنا عند المسلمين صار فيه شيء لا نقص منه حرف ولا زاد منه حرف ولا حرف ولا يعني ما ندري شو اللي صار. قال حتى أنا ما أعرف شنو صار في القرآن، بس أعرف إنه صار شيء في القرآن. وقال إن الوحيد اللي يعرف شنو اللي صار في القرآن هو المهدي، فإذا يجي المهدي راح يقول لنا إيش صار في القرآن. قلت والله شيء عجيب، يعني أنا ما كنت في ذاك الوقت
أتبع الأديان، ولا أني صراحة متدين، وإن كنت طبعا أؤمن في الله وفي الرسول وفي جميع يعني الصحابة والآل البيت وكلهم، يعني هذول كلهم غالين وعزيزين، والله يصغب عليهم رحمته ويعلي مقامهم. لكن ما كنت أتبع الأديان، كنت أتبع علم النفس، وكنت يعني هدفي أن أكون عالم زين، يا في عالم في الرياضيات والطبيعة والكيمياء، أو عالم في علم النفس. وحتى لما توجهت إلى عالم الروحانيات توجهت له بعقلية العالم، مو بعقلية اللي بس يبي آمن في وجود الأشياء هذه. كنت أبي أعرف إيش هذه، إيش القوى الروحانية، إيش الأنوار، إيش الأشياء هذه. ما أبي أروح بس مثل ما تقول الواحد يطير ويرتفع ويستانس، ما مو 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 ما كان من طبعي. لكن لما سمعت هالكلام عن القرآن تعجبت، بس ظل لاصق عقلي بروحي، وما كنت يعني أفكر فيه وايد، بس متعجب ليش قال لنا هالقصة، وشن اللي صار في القرآن، وخصوصا إن إحنا يعني درسونا وعلمونا أن القرآن ما صار فيه شيء بالمولية، إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ففي الدين الإسلامي في البلاد العربية والإسلامية مجمع الكل على أن القرآن هذا هو القرآن اللي نزل على النبي محمد، لم يغير ولم يحرف ولم يضاف وما إلى ذلك. وهني القطب، قطب يعني أعلى مقام للمتصوفين، يقول لنا صار شيء في القرآن. وليش يقول لنا؟ يعني منو إحنا علشان يقول لنا شيء مثل هذا؟ إحنا جهال صغار زين، هو ريال كبير، بس صم يعني لسبب ما قال لي هالشيء. رجعت الكويت، كان عندي شخص أعرفه مثل صديق، يعني مو صديق، كان شوية هو أكبر مني وكان أعلم مني مكانه في المجتمع الكويتي كبير، واسمه محمد أحمد الشمالي الله يرحمه. كان طبعا قريب جدا لشيخ الكويت جابر الأحمد الله يرحمه، وكان مثل مستشاره، وكان يحبه الشيخ، كان يحب محمد وايد، وعينه في الواقع أنه يكون مدير النفط. يوم كونوا النفط ما كان وزارة، كانت إدارة. ومحمد لأنه كان متعلم جدا، دارس في أمريكا ودارس في إنجلترا، أظن عنده دكتوراه في الطبيعة أو ما شابه ذلك أو في الهندسة، فكان ذكي جدا، راقي جدا، عقليا متفتح جدا، يشوف أمور إحنا ما كنا نشوفها. المجتمع كان يعني متأخر ومنصب على المادية وعلى الفلوس، وهو كان يشوف أشياء يعني جميلة جدا. فيوم عين الشيخ جابر إنه يكون إدارة النفط على حسب ما سمعت، وقرب له محمد، سوى الإدارة وصار هو المدير. بعدين طلب من الشيخ، قال أنا هذه مو شغلتي، أنا ودي أسوي شيء يعني ينفع الكويت والشرق والعالم، وأترك هالشغلة هذه حق أهلها، أكو ناس يعرفون أحسن مني في الاقتصاد وفي النفط وفي الأشياء هذه يسيرونها، أنا كونتها الحين والثانيين خلي يأخذونها ويكملونها، لكن أنا ودي أكون معهد، هالمعهد يدرس الطبيعة في الكويت والنباتات والحيوانات والحشرات والأسماك. فالشيخ وافق أنه يكون له المعهد العلمي في الكويت، فهو اللي أسس المعهد الأبحاث العلمية في الكويت وكان مديره، وأنا قابلته سنة 74، وكان يعني لقاء حلو، لأن كنت أنا في ذاك الوقت صغير، كنت أبحث عن شغل، فشجعني أن أكمل دراسي أرجع
أرجع أمريكا أو أشوف لي حل ثاني زين، وكان متفتح. فلما رجعت من القطب يعني واحد من أقرباء محمد ولد عمه كان يقول لي فيصل أنا أدري أنت تشتغل في علم النفس ومحمد يعني أنت تعرفه هو يعرفك وتدري أنه هو إنسان زين، بس كنا صار له شيء مو زين، كنا يعني يقولون ين صار مينون، تقدر تعالجه تقدر يعني تشوفه. قلت طبعا أنا أحب محمد، يعني كان يعجبني كشخص، كان يعجبني كمفكر، كإنسان متقدم، فإيش صار له شو القصة؟ قال والله ماري قاعد يقول أشياء في القرآن وأشياء فيه يتحكي عن السياسة والقرآن وأشياء من هالنوع، أنا خايفين عليه لأنه قاعد يقول كلام مو زين عن الحكومة وعن الأشياء هذه. قلت والله إذا يحب يشوفني أنا يعني مستعد أشوفه على العين والرأس زين، وأسمع شنو قصته. والله ثاني يوم اللي أشوف محمد يعني هو طبعا أكبر مني سنا ومقاما لكن متواضع، يعني شان يقول لي فيصل أنا يعني قال لي ولد عمي حسن إنك يعني متفتح إذا أنا بيا أشوفك. قلت خليه أسولف أقول لك عن شنو قصتي زين، وطالع أنت قل لي هل أنا ينيت ولا أنا طحت على كنز، طحت على شيء كبير جدا جدا، ما أنا في أول الطريق ما أشوف شنو أبعاده. هذا كان سنة 76. قلت له شو القصة يعني شو اللي شفته زين. قال لي كنت مرة في دوانية يعني مكان اجتماع الرجال عندنا في الكويت، فيقول في قبل هذه محمد سنة 76 أو 75 صارت مناوشات بينه وبين ناس ثانيين شالوا له العداوة زين، ولفقوا أخبار سيئة عنه أنه هو قاعد يبوق من معهد الأبحاث العلمية وأنه هو يصرف على نفسه وما أعرف إيش، فزعلوا الشيخ عليه، كان شيخ جابر اللي هو كان يحبه وايد قريب منه وايد، صدق القصة عن محمد، ومحمد مو من هالنوع، من النوع اللي يبوق ولا النوع الأشياء هذه، بس هذول كانوا يحسدونه، وكان في ذاك الوقت أكو نزاعات بين الطوائف بين الشيعة والسنة وبين ما أعرف إيش، فيقولون صارت مثل مكيدة حاكولة مكيدة، فالشيخ غضب عليه وعزله من معهد الأبحاث. فلما عزله من معهد الأبحاث انصدم محمد وقام يتكلم كلام يعني الناس يعتبرون هينون وكلام مو زين زين، هذا اللي سبب له الصدمة اللي هو فيها واللي خلى انه يشوفني علشان اشوف ايش وضعه ايش حاله. فيوم ياني شان يقول لي قصتي ابتدت، هذا محمد يسولف لي الان، يقول قصتي ابتدت ان انا كنت في دوانية عند الربع، ولا واحد من الربع كان يقول انا عندي قصة اليوم سمعت قصة عجيبة زين. القصة ان في ذاك الوقت سنة 75 مالي 76 مومياء فرعون رمسيس، فرعون مصر القديم رمسيس، المومياء مالته ابتدت تنحل، ابتدت مثل ما تقولون هي تنحل زين. فالفرنسيين فرنسا أخذتها و ودوها لفرنسا علشان يحنطونها من يد جديد زين، ويحافظون عليها. رمسيس هذا من القصص انه هو كان فرعون موسى عليه السلام اللي كان فرعون اللي ناجره وصارت وغرق، هو هذا رمسيس، رمسيس الثاني اعتقد. وفي القرآن في آية عجيبة تقول ونجيناه عن فرعون ونجيناه بجسده ليكون لمن خلفه آية، فيقول صاحبنا هذا يقول القصة ويقول يعني شلون يعني هل الله نجى فرعون لآخر الزمن يعني احنا الزمن اللي احنا فيه علشان يظهر لنا الآيات
فيقول محمد لما سمعت القصة هذه وسمعت الآية هذه يقول كأنه يعني اشتعل نور في داخلي، كأنه شيء شب، كأني كنت في غفوة وصحيت، أو في نوم وقمت، كأنما القيامة الصغيرة قيامته حدثت الصفاق. فيقول يمكن قاعد تطالع تقول شلون له هذا القرآن مو كتاب الدين اللي احنا نتحكي عنه، هذا كتاب علمي، هل أقدر أنظر له ككتاب علمي؟ وطبعا هو كان عالم، مو رجل دين ولا مع الأشياء هذه، فكان يعني مثلي أنا بعيد عن الأشياء هذه، لكن ذاك اليوم علقت هالآية فيه، والوضع من القهر وما أعرف إيش خلاه ينجذب إلى القرآن بشكل عجيب جدا. كان يقول لي يقول قعدت أقرأ وأقرأ، وكل يوم ينفتح شيء، كل يوم يعني ألقى شيء عجيب، وآيات كانت يعني أقرأها أول ما لها معنى، شوي شوي ابتدت تنفتح الآيات. قلت له يعني إيش مثله؟ قل يعني مثال. أذكر من الأشياء اللي قال لي إياها زين، إن في مثلاً آية في القرآن مثلاً تقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار من حمأ مسنون، زين؟ فيقول لو نقرأها بالعادي تقول إن خلق الإنسان من صلصال يعني من طين، من حمأ، من صلصال كالفخار اللي هو الفخار طين يابس والصلصال طين لين، من حمأ مسنون، من طين حار. فيقول آية في القرآن ما فيها إلا طين في طين في طين في طين، يعني مستوى القرآن ومستوى عظمته ما فيها إلا التردد هذا، يمكن هذا صار شيء. فيقول شلون لو أن الكلمات كانت متفككة وربطت، ما أضيف لها ولا نقص منها لكن ربطوها، شلون؟ خلق الإنسان بدل ما نقول صلصال نقول من صل صال، نعملها كلمتين من صل صال. كالفخار نقدر نقولها كألف خار. من حمأ مسنون نقراها من حمأ مس نون. إيش معنى هذا؟ خلق الإنسان من صل يعني من نقاء، صال على صلة، قوة الصلة كألف خار، كألف شيء يخر يتنزل. من حمأ من شيء شعاع، مس نون لامس الماء. فالقرآن قاعد يوصف عملية الخلق، شعاع لامس الماء، وشعاع هذا على صلة برب قوي، وقوي كألف شيء منزل، وهذه عملية خلق الإنسان من الروح إلى الجسد إلى الإنسان. قلت شيء عجيب والله، هذه قصة عجيبة. قلت الحين هذا بعالجة ولا بينني زين، بس قلت أسمع القصة هذه. في كان يقول في مثلا آية ثانية زين، واحدة من الآية الثانية اللي هو يقول نون والقلم وما يسطرون. زين كان يقول نون اللي هو الماء أو البحر، زين يقول القلم احنا كله قاعد نفكر ان الله عند الملائكة، والملائكة كل واحد معطيه قلم ويكتب، يسطرون يكتبون، يعني حتى ما عندهم كمبيوتر، ما عندهم ايفون، ما عندهم ايباد، ما عندهم شيء، يعني قاعدين وكل واحد على الشتف هذا وعلى الشتف هذا ويقعدون يكتبون زين، او يسجلون الكون او مشي من هالنوع. قال هذه شوية يعني مو معقولة زين. يقول خلنا نطالعها نقراها قراءة ثانية. نون اللي هو الماء، احنا دائما نقول هذه حروف نون ألف لام ميم ما أعرف إيش، يقول هذه حروف التعجيز أو حروف النور وما نعرفها. كان يقول خلنا نقراها ونشوف إيش معانيها.
نون طلع كلمة نون أعتقد معناها الماء أو البحر. القلم أو القلم هي لما الحيوان المنوي يندمج مع البويضة، المخلوق الجديد اللي ناتج عن عملية الاندماج الحيموني مع البويضة هذا هو القلم. فالماء وفي الأقلام هذه يتسطرون يتشكلون، بعض الأقلام تصير إنسان، بعضها تصير حيوان، بعضها تصير ما إلى ذلك. فبدل ما أن نقعد نقول هذا ملائكة قاعدين يكتبون وأقلام وما أدري شنو، يقول مو معقولة يعني هذه كذي. بس لما نطالعها أن الله قاعد يقول شلون الخلق يتكون، أن في الماء في رحم المرأة، أو في بداية الخلق يمكن كان في البحر المخلوقات، ويندمج الحيوان المنوي بالبويضة ويتكون قلم، وهالقلم هذه الأقلام هذه تتسطر، يطلع حصان، يطلع إنسان، يطلع جمل، يطلع خروف، يطلع الأشياء هذه كلها تتشكل. قلت هذه يعني صدق عجيبة، هذه آيات يعني صدق بديعة جدا. ابتدى يقول لي وايد أشياء مني منك، بس يا قال لي يعني في شيء عجيب جدا، اللي هو يعني أرجوكم تبطلوا عقلكم معاي شوي وتحاولون تشوفون الصورة هذه الكبيرة جدا جدا جدا. الصورة إيش تقول؟ القصة إيش تقول؟ تقول القرآن كتاب جامع شامل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول لو إن جبنا جميع البحور والمحيطات وجميع البحور وسويناها مداد أو حبر، وجبنا جميع الأشجار ويمكن آلاف مثلها، وكوناهم أقلام، وكتبنا كلمات الله على أن هي تنفذ، ما نفذت. زين، لما نطالع القرآن، القرآن فيه بس 400,000 كلمة تنفذ تخلص، شلون ما تنفذ كلمات الله؟ يعني في تناقض، القرآن يقول شيء والواقع شيء ثاني. زين، فشلون هذه معضلة كبيرة. زين، إذا جميع كلمات الله موجودة في القرآن، وجميع البحور صارت حبر والأشجار، وكتبنا 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 بلايين البلايين من الكلمات من الجمل من الحروف ما تنفذ، زين، وكلها موجودة في كتاب، وكتاب لون طالع فيه 400,000 كلمة فقط أو هالحول يعني. والله هذا شيء عجيب. بعدين كان يقول النبي محمد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، شو يقول؟ يقول نزل القرآن على 7 أحرف. صلحوا لي إذا أنا ماني مدين، ما أعرف يعني بالضبط الأحاديث، صلحوا لي إياها، بس أخذوا المعنى رجاء، فتحوا عقولكم، فتحوا قلوبكم، وأخذوا المعنى اللي أنا أتكلم عنه. لا تحاولون يعني تقولون هذا ما يعرفه أو يعرف. أنا عندي رسالة استلمتها من زمان أقول لكم إياها، لأن العمر الحين صار كبير، وما أعتقد أنا راح أكون وياكم فترة طويلة، وما أبي يعني أترك بدون ما أقول هالقصة. هالقصة هذه ما قلتها يعني للناس، ما قلتها إلا لقلة جدا من أصحابي، وما معظمهم ما يقدرون يتابعونها، زين، إلا شوية جدا، فخليتها، لكن الآن العمر كبير وأحب أقولها. يقول النبي محمد شي يقول نزل القرآن على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. إيش هذه 7 أحرف؟ وين 7 الأحرف هذه؟ اللغة العربية هي أم اللغات كلها، هي اللغة الجامعة الشاملة لجميع اللغات. جميع اللغات فروع من شجرة اللغة العربية. جميع اللغات هي اللغة العربية هي الأم، والعجمات الثانية هي فروع من هذه الشجرة. زين، فالعالم كله يتكلم
لغة واحدة باختلاف الألسن، ما في لغات مختلفة، في لغة واحدة هي اللغة العربية، واللغة العربية كلها مجتمعة في هذا الكتاب القرآن. لكن كيف نقرأه؟ كيف نبطل هالكتاب هذا؟ الكتاب هذا الآن بالنسبة لصديقي كتاب مغلق، مغلق. فقال القرآن لما محمد عليه الصلاة والسلام يقول نزل القرآن على 7 أحرف، إيش هذه 7 الأحرف؟ لقينا أن كل حرف من الأحرف اللغة العربية نقدر ننطقه ب7 أحرف، مثل لما تأخذ حرف الميم، زين، ميم مثلا ما فتحة، مو ضمة، مي كسرة، من أمن، وأمن أم أمن أب أم سوري. فكل الحرف هذا 7 أحرف يصير، فكل حرف اللغة العربية 7 أحرف. زيادة على 7 أحرف هذه إن بعض الحروف العربية، مو كلها، بعض الحروف العربية مثل حرف الباء أو حرف النون تقدر تنقطها. حرف الباء تقدر تحط نقطة تحت الباء تصير باء، تقدر تحط نقطتين تحت تصير ي، تقدر تحط نقطة فوق تصير نون، تقدر تحط نقطتين فوق تصير ت، تحط نقطة فوق 3 نقط فوق تصير ث. فالباء تصير 5 ألفاظ و7 أحرف، كأنه هي 7 أحرف. فلو ناخذ كلمة جملة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تصير 5 و7 أحرف، والميم 7 أحرف، والسين تصير سين وشين، فصير 2 في 7 طرق بالنطق. فلو نقط ونشكل بسم الله الرحمن الرحيم يطلع منها حوالي 1,000,000,000,000,000 قراءة بس بسم الله الرحمن الرحيم، علشان كذي هي تضم القرآن كله. فالقرآن لو إن القرآن مثلا في قرآن اللي أعتقد دون في عصر النبي، أعتقد علي بن أبي طالب دونه بدون تنقيط بدون تشكيل، في قرآن بدون تنقيط بدون تشكيل، وتركه على بدون تنقيط وتشكيل لأن راح يجي الزمن اللي نقدر نقط ونشكل فيه ونطلع منه جميع اللغات اللي في العالم وجميع العلوم اللي في العالم وجميع يعني اللي نبي موجود في هالكتاب، لأن هذا كتاب الخلق، هذا مو كتاب ديني. الدين هو التدوين، دون في هذا الكتاب معلومات الخلق كلها، الكيمياء والطبيعة والرياضيات وعلم النفس كلها موجودة فيها. لكن الكتاب أقفل بعد النبي محمد، أو يمكن في زمنه قال لهم أقفلوا، لأن كانوا بعض الأوقات يتشكون في آية بتقول عربي أم أعجمي، يعني كان يمكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أدري يقرأ بالعجمات، يطلع من العجمة هذه ويطلع من العجمة هذه، جميع اللغات مشتقة منه. فقالوا له يعني مثل ما تقول سهل علينا وكونه بس باللغة العربية. فأعتقد في زمن عثمان وذاك الوقت دون ونقط وشكل بالقراءة هذه، بس هذه مصحف عثمان، هذه واحدة من آلاف المصاحف اللي صحف إبراهيم وموسى. يمكن القرآن ينقرأ منه بآلاف الطرق وتطلع منه لغات الصينية والهندية والإنجليزية ويكون هذا الكتاب الجامع الشامل. والعجبة أن في الإنجيل، في آخر الإنجيل، في كتاب يوحنا الإلهي جان ذا ديفاين كتب كتاب اسمه ريفيليشن أو التجليات.
في هالكتاب يقول في يوم القيامة الله قاعد على العرش محاط بال 24 من الإلدر ونز اللي هم الكبار، ما يندر هذا الملائكة ولا أشخاص ولا كبار جدا محاطين العرش، والأرواح كلها متجمعة، وجدام الله موجود كتاب، وهالكتاب هو كتاب ذو السبعة أختام، عليه سبعة أختام. والله يقول للجميع الخلق، هل في واحد يقدر يفتح الكتاب هذا ذو السبعة أختام؟ ما حد تقدم، بس بالنسبة لهم المسيح أو لام اوف جاد، يعني خروف الله أو ضحية الله أو لامب مصباح الله، زين اللي هم يسمونه المسيح، أو إحنا هو هذا، نعترف إنه هو هذا المهدي، مو المسيح مثل ما يقولون. فتح أختام الكتاب هذا، وكل مرة يفتح ختم تصير أحداث كبيرة في العالم، حتى بما فيها القطب الخامس تصير أحداث، يقول لك يظهر مرض على وجه الكرة الأرضية ويحصد معظم الرجال، اللي هو ظهر سنة 76 ظهر مرض الإيدز هذا. فالكتاب ذو السبعة أختام موجود في البايبل في الإنجيل، ويتكلم عن القرآن ذو السبعة أختام اللي هو الحروف العربية لها سبعة أختام، كل حرف له سبعة أحرف. فالقرآن الآن الموجود عندنا في الدول العربية كتاب مغلق، ما نقرأ منه إلا قراءة واحدة. والآن في زمننا ابتدوا يظهرون ناس كبار، علماء جليلين، راقين جدا، أذكياء جدا، يعني يفتحون القلب ويشرحون النفس ويقرون القرآن قراءات غير القراءات القديمة والتفسيرات القديمة، زين بما فيهم واحد يعني يعجبني اسمه الدكتور محمد شحرور، وفي ناس ثانيين ساعات أروح يوتيوب وأسمع لهم بديعين جدا، كأنه يبعثون الحياة في القرآن هذا. لكن هذا صحيفة واحدة، والنظرية اللي أنا تقول عنها تقول لا، في القرآن لما تنقطه وشكله يصير ما له أول ما له آخر، والتنقيط والتشكيل هو الفرقان. القرآن هو الكتاب بدون تنقيط وتشكيل، والفرقان لما نزل الفرقان، لما تنزل النقط على الحروف والتشكيلات يفرق القرآن، يبتدي يتفرق وتطلع منه علوم جدا جدا شاملة لكل شيء. يعني القرآن يصدق فيما قاله، ومثل ما قال الله محمد يصدق الكلام. هذا العلم ينتظر، يعني أعتقد يعني ينتظرونه أعتقد معظم الباحثين، إن أي يوم نجتمع على الكتاب هذا، الكتاب الجامع، الكتاب الكلي اللي يحتوي على هالمعلومات هذه كلها، وإن شاء الله يدخلون الناس في دين الله في الإسلام أفواجا، يبتدي الناس يشوفون إن كلهم ما يعبدون خالق واحد، والخالق هذا بديع عظيم، وأكو كتاب تلتم عليه البشرية كلها. الصينيين يقرونه بالصيني، والإنجليزي يقرونه بالإنجليزي، والألماني يقرون بالألماني، والعرب بالعربي، وانت رايح، لأن هذا فيه جميع القراءات، وراح تنحل جميع اللغز الألغاز الكونية كلها. وفي القرآن يقول كلمة يعني صج حلو، يقول فانظروا فانظروا، ما يقصد فيها النظر بس بالعين تشوف، انظروا أيضا كونوا نظريات، فتح العقول، فتح القلوب، فتح الأنفس، وخل نشوف تطلع منا في آيات، يعني ساعات يعني بديعة جدا. والناس الآن ضايعين في القشور، في القشور، قشور القشور، يعني أقضب المصباح بيد الشمال ولا بيد اليمين، وأطق على التراب ولا، يعني على ضيعون ضيعون. الاستعمار تدخل فيها، الوضع السياسي تدخل فيها. فعندنا الآن هذه النظرية اللي سمعتها، وهذا الشخص الله يرحمه توفى من قبل سنتين، كنت على صلة فيه ويدز لي اكتشافاته، وعندي بعض يعني الأشياء الآراء والنظريات اللي كونها بديعة جدا،
إيش الكرة الأرضية وإيش الكون، وواحدة من مثلا الكرة النظرية عن الكرة الأرضية أن الكرة الأرضية هي سفينة نوح. سفينة نوح مو قارب صغيرونه وقعد فيه من كل زوج اثنين، الكرة الأرضية هي سفينة نوح وفيها من كل زوج اثنين. يعني النظرية بديعة جدا، بديعة جدا جدا ان الكرة الأرضية تسبح في المحيط الكوني، هذه سفينة، وان نوح او القائد مالنا او آدم او نبينا يجون ويروحون ويهدوننا ويحاولون يقعدون البشرية إلى أن نخلص الفترة الزمنية وتأتي القيامة. القيامة مو مثل ما احنا نتخيلها، القيامة معناتها الشخص النايم يقوم يقعد، هي فترة صحوة، وراح يكون طبعا في الآن احنا في وسطها، في وسط القيامة، في وسط الأحداث الكونية. والقيامة مو يوم واحد، يوم مما تعدون، يعني يوم من أيام الله ألف سنة مما تعدون. فيا لازم نفتح عقلنا وقلبنا على أن القصة أكبر بكثير مما إحنا نحاول نسقرها ونبالغ فيها بطريقة عشوائية، بطريقة طفولية. هذا جزء عن القرآن. الجزء الثاني مثلا عن المهدي. من هو المهدي؟ طبعا مثل ما تعرفون ومثل ما أنا ذكرت لكم النظريات أنه هو الإمام الاثنى عشر وغاب ويظهر في آخر الزمن، وأنه هو في السر داب. في السر داب نقدر نقرأها في السر داب، يعني يدب يمشي لكن في السر مخفي ما نعرفه، وهو سابونا صاحب الزمان إيه ويروح، معناته إيه ويروح، يتوالد ويعيش ويكمل إلى يوم الظهور أو الظهور. لكن من هو؟ الشيء الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه مو القصص والأساطير اللي استلمناها، بعضها سليمة بعضها لا، بعضها محرفة، الاستعمار، العداوة الصهيونية، الأشياء هذه كلها تدخلت علشان تدمر الإسلام وتدمر الأحاديث. لكن القرآن كتاب محفوظ، مع أنه مقفل لكنه محفوظ. وفي القرآن لازم احنا نحاول نفتح القرآن ونطلع منه اللي نحتاج نعرفه. في القرآن يعرف المهدي، يعرفه تعريف واضح جدا جدا ما في شك. شو يقول في القرآن؟ يقول إن الذي، الله يكلم النبي محمد، يقول له إن الذي فرض عليك القرآن، اللي نزل عليك القرآن، لرادك إلى معاد. يعني المهدي هو رسول الهدى، هو اللي من البداية خلق ليهدي البشرية، ونزل عليه القرآن هدى ورحمة للعالمين. فما في شك هالآية بتشير إلى أن المهدي المنتظر هو نبينا. علشان كذي بعض الناس يبالغون يقولون لما يجي المهدي راح يكون أكثر علما ومقاما من النبي محمد، وما راح يكون أكو نبي بعد النبي محمد، هو آخر الأنبياء، لكن هو نفسه راح يعود مقام أعلى ومقام أكثر معرفة، ويبين لنا اللي أخفي عنا. علشان كذي إحنا في دعاء عندنا نقوله بس ما نفكر فيه، يقول إيش الدعاء اللي يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يعني محمد نبينا راح يبعث مرة ثانية عليه السلام، ويزود بالفضيلة والوسيلة علشان يصير صحوة بشرية عامة، يكون بعث هو رسولا للعالمين، مش للعرب ولا للعجم، للعالمين أجمعين. لأنه هو يقول أتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هو علم الكلام، وعلم الكلام مبني على الحروف،
والحروف هي أدوات الخلق. علشان كذي في القرآن الله دائما يقول قل، بالقول احنا نخلق، كلامنا يخلق، يسبب ذبذبات في الكون وتتجلى كخلق، كن فيكون. بس بين فترة كن وفترة يكون يمكن ملايين السنين، يمكن مئات الألوف من السنين، نحن نقول شيء ونراه بعدين في المستقبل. فمحمد أوتي جوامع الكلم، هو اللي راح يجي ويفتح لنا القرآن، يبطل الأختام مالته ويهدينا إلى شنو القصة هذه، ونعبد الله باليقين وبالاستنارة وبالعلم. وإن شاء الله الكلمات هذه تفتح يعني تفتح العقل والقلوب لبعض الناس المتعطشين لهالقصة هذه. القصة عجيبة جدا، قصة عجيبة جدا. يعني في مثل أذكر من قراءة يعني تخوف شوي عن مثل القيامة، كان يقراها مثل محمد، شي يقول مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شلون لو نقراها بتجزئ؟ يقول مرج البحرين يلتقيان، يعني موج البحرين وماء البحرين راح يلتقون. أي بحرين؟ بحرين هذولا بينهم بر زخ، مو برزخ، بر يعني صحراء، زخ يعني قليلة المطر، يعني في بحر هنا وبحر هنا وبينهم صحراء قليلة المطر. إيش أوصاف البحرين؟ يخرج واحد منه، يخرج منه اللؤلؤ، واحد يخرج منه المرجان. أي بحرين هذولا؟ البحر الأحمر يخرج منه المرجان الأحمر، والخليج يخرج منه اللؤلؤ، والجزيرة العربية الصحراء قليلة المطر. هالبحرين راح يلتقون، ومن تنبؤات يوم القيامة أنه يصير خصف في الصحراء ونار في البيداء وما أعرف إيش. فأحداث ما يندرى، هذه التوقعات، وإن شاء الله الله يحمينا كلنا. بس احتمال أن الجزيرة العربية يخسف فيها بعد فترة النفط، أو في خلال هذه فترة النفط، لأن احنا امتصينا دم الكرة الأرضية فتنخفس. في قراءات كثيرة مثل هالنوع أنا ما أعرفها، بس أنا معجب فيها، أتأمل فيها، ولاني مآمن فيها ولاني كافر فيها. أنا إنسان علمي، أطالع وأتأمل وأدعي لنا كلنا بالخير، والبشرية كلنا بالخير، والكرة الأرضية إن شاء الله الله يحميها من المجرمين. يقول إنا جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، والآن واضح أن في كل قرية، في كل بلاد، قرية يعني كانت قرى أول، الآن صارت بلدان، كل بلدة جعلنا فيها أكابر مجرميها. ولما نشوف صج الحكومات والمؤسسات، مجرمين يأخذون خيرات البشرية. ويقول في مثلا في آية تفسير هم غريب، يقول الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يقتل ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إحنا دائما نفسر الخليفة على أنه هو اللي الخليفة يعني الحاكم، أو مثلا خليفة الأرض اللي هو الله نزل آدم أو الإنسان علشان يكون خليفة الله على وجه الأرض. قراءة ثانية للخليفة هو الخليف، المخالف، الخلف. فالله جعل في الأرض خليفة، خلافات ومخلفين، يعني الحكومات هذه تشوفها في العائلة الوحدة، عدوان، الأخ ضد أخوه من أجل الحكم والسلطة والتكالب على هالدنيا هذه. فالله جعل خلافات على الكرة الأرضية إلى يأتي الزمن المعين، يقول إبليس يقول إلى زمن معين وينتهي التبليس هذا، أو تنتهي الفترة هذه حكم الظلام
زين، او حكم الشجره، يقول إن لا تقربوا هذه الشجره الملعونه. الشجره هي من الشجار والتشاجر، مو شجره، تشاجر. والان لما تشوف كلهم متشاجرين، شجره متشاجرين، الحكام والاستابليشمنت، والصين ضد امريكا وامريكا ضد روسيا، وانت رايح كلهم متشاجرين على الملك وعلى القوه على السيطره. فالله حط هذا لفتره معينه لامتحان البشريه، بعدين ينهي. احنا في نهايه الزمن، هذا نهايه الزمان، نهايه هالفتره هذه الزمنيه، بعدين يبتدي العصر الجديد. والجنه، دخول الجنه، وين هالجنه هذه؟ شنو هالجنه هذه؟ طبعا في جنات روحانيه عاليه بما ما الى ذلك، لكن جنه الجنات الكبرى العظمى تتبين في آية، في آية في القرآن تقول المؤمنين عقب يوم القيامة يستريحون وسووا اللي عليهم في الدنيا، يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن وين الجنة؟ الجنة هي الأرض. الآن الأرض هي الجحيم مش الجنة، دار العراق. وإذا انتهى الزمن هذا، قامت القيامة، الأرض تصير الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. إيش معنى عرضها؟ مو معناها طولها وعرضها، عرضها معناها تعرض. الجنة الآن مخفية تحت الغبار، غبار الحروب والمآسي والأشياء من النوع. إذا خلصت هذه كلها، تشرق الأرض بنور ربها، وتتجلى السماوات والأنوار، وتعرض علينا نشوفها نعيشها، ونقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. في نظريات كثيرة ما أقدر أقولها الآن، لكن إن شاء الله هذه الكلمات توصل قلوب متفتحة سامعة، وإن شاء الله ننطر عودة لأليف القرآن اللي هو صاحب القرآن وصاحب الزمان، اللي هو نبينا الأكرم، اللي راح يقول لنا إيش القصة وإيش الأمور. وأشكركم على الاستماع، والله يعطيكم طولة العمر والصحة والعافية. الله معاكم. أمان.